ثبتك الله تعالى بالقول الثابت، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته بالقول الثابت. الله نحرسته وحد ديغان كقدروا اي قبل كقلقدود اسلوغو سمييي معلن عيسى فارح قوري وكمدها علماء السيدوين وقيب قاطي في دين الدين الإسلام كا غارهان برشاد قران كريم كا وحانا اسكي سكاقيب غالي حلبانا كترسن قل مدوك علماء الدين كاليميد ديغان يدقموين كترسن قبل كقلقدود قار كمدا علماء دي كاقيب غشي اسكا معلن كا ايا كشي كي يتاريخ دا معلن كا يدور كي سكو ادنا في دين الدين تا غارهان قران كريم كا شيخ بشير اوغاس او كمدها اردي دي وحكا برتي الله نحريستي معلن عيسى فارح قوري ايا شيغي ان معلن كو تاريخ وين كلها ديغان كا اسلامر كان ان كبدان افرتان سنو او آگ دیگر ندان داد که قرآن کو کبری جری. و همان تغییری دو تاریخ دو تای لباتن کابیش ایشانات لبکم لباتن یلا ودا. معلن که نیشی معلن عیسی فارح قوری. همان تغییری دوی آن اسکیسی جونا. معلن که تاریخ نولید کی سدان وحیر کای رادو. معلن عیسی فارح قوری با لیر دا. مگ عیسی هویدی سو حلیر دا. حلیمه ابکر وایدون هر تیز گیریوتی. شیخ و حکت جی. أدان رصاد المرا أولاد وحكت جيت الدبويل إلى عشان قبضات وحكت جي اللي بحاسه أنت وحكت جي معلن ك تاريخ دي صدق غيب هراء ولا أبتو مركي هراء وح القرآن كقول جي معلن داود شيخ عمر وضد ك حق جود أي قانين قدر جان جوجة دجن وليبة معلن داود شيخ عمر رابلة كدي وح أرتي مال اللي يراه دو هذا يبال وحو قرآن كسوة برطي نللي راهدو معلن أحمد معلن شريف معلن أحمد معلن معلن إبراهيم معلن أحمد اللي رايو قرآن كسوة برطي وهاد دولي النول وجوغا وحمر كل نول كدب وحو أسوة الله بتكسوة وريقي عالم كي وينا الصوماليات مشهور كاية ضدكرا نقرن هيين شيخ يوسف الشيخ إبراهيم شيخ حسن علمي أيو كبرطي مدى أيو لصوة قاطي مدد دير أيو الشيخ اللي جوه وعلمه كبرنا يي وحكم ده هذا كي الدولاب تها سيف عندي أنت سلام كوا فهمي الشيخ وحكم ده كدب وح صان قضي وح فريد دكسي حد هل كان كعم وقد جيت كان أوجدو دكسي جوه ري أو معلم كفر وح جيت كان حد أنا ما أنت وح كدو بنا مش أنا أوجدو دكسي أوجرت ل بغلت لعبة كير أوجرته أيام كدو بني دكسي إلى يا ما حد وافرني هاي ولا دكتا dadkii macallimiinta quraanka asagu baray hadda dugsi ayaa hayaan dugsi badan ayaa furan oo asaga ka farcaday marka waxaan rabaa inaan mar labaad hadana uga tacsiyeeyo taariikhda sheekh intaas hadaan uga gudbo waxaan ku darayaa sheekh wuxuu ku dhashay meel tuulo ah oo ceelka magaalada Cadaad u jirta 60 km oo Cadaad Kibir la yiraahdo ayuu ku dhashay marka waxaan rabaa inaan intaas uga gudbo taariikhda sheekha waxaan rabaa inaan marka tacsi u diro dhamaan umada Soomaaliyeenta ah gaar ahaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan rabaa inaan tacsida u diro dadkii gaar ahaan culimada ah ee axbaabta ee ula diinka la soo bartay ee isjeclaayeen ee waligiis ay wada joogeen dhamaan waxaan rabaa inaan iraado Ilaahay subhanahu wa ta'ala samar idin ka siiyo anaga dhana samar naga siiyo Sheikh Mahdi Macallin Abdullah iyo wiilkiisa Awees Macallin Ciise Faarax Quuri ayaa ka sheekeeyay sida uu macallinku ugu karaameysnaa fidinta diinta gaar ahaan Qur'aanka Kariimka. Guushaas markay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan dhamaantii waydiisanayna macallinkana anagu barqaatiyan uga nahay inuu ahaa caabid Ilaahay diinkiisa u khidmeeyay. Macallinka markii ragii la kulmay ay ka sheekeeyeen asaga laftiisu ka sheegay markiisii koowaad macallin Daawud Sheekh Cumar ayaa Qur'aanka ii bilaabay buu yiri sida la ii sheegay hadda معلم داود أي قرآن كأو بلاوي، إنتو قاري إنت أصلاً قاري ولا إيشي جنين هذا ما إيشي جنين إنت ولا إيه إنتو كبرتي، لكن معلم كي قرآن كأو كبرتي أو كحفظي معلم شريف أو كفروها معلم أحمد معلم شيخ إبراهيم معلم أحمد أي الذي يجري معلم قاسو قرآن كحفظي أو كبرتي ومعلم كي ساها مركو قرآن كحفظي كدبنا وكم من نقضي أو كبيري حرتي شيخ يوسف شيخ إبراهيم فقه حسن أيو كسو بيري دادك آد وحو فهمي الدين كفهمي وكمدها كدبنا وحو نغضي معلم قرآن كإن بدن وماشا أن هدرتان جوكته
قرآن كي يدد كريسي برين باي دوبينهين يا إلهي كلام كيسي كبرتي إن بدن القرآن كفافنا يي وعكروا عنكوا ها قرآن كي نن ما دام وها علوم تبرتي وشيخه القرآن كمركو ورجع يه هدنا كتاب بدن وآخرين جري معلم هدنا وها علوم تشرعي أنا برا يدد كي وها عابد وها إلهي تقودي سلوية غانو عبسيد إلهي لوية غانو قيمة مركو وها أوقف لنا حديث كي النبي عليه الصلاة والسلام ويري خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحين كو قيمة بدن قفكي إلهي قرآن كي سبرته دت كان سيبره عن مركا انتاسنا وهويا وغمر غاتي فرينا إلهي هرتيسا إن وها إلهي دين كي سدت كان نوليي والنبي عليه الصلاة والسلام وخيرية داس أبل وغمر غاتي كعي إنو كمدها سيدة أنا مركي قبورت اللي يمادو النبي عليه الصلاة والسلام وعياب بدن وكدر دارمي سيدان هدى الله سمين ياهو ويسوا عرارتي حديث كان تلغينتا أئمة مركي كهضليان ابن حجر العسقلاني كتاب كيسا التحبير كتاب اللي يراهو يسكل ليهو حديثتا وقهض لأساني الدودة كتاب كسوحو كتل ماما إنو سند كيسو مركي لجكو سعرور يدروق ديسو إنو صالح ياهي أول حجي سنكرو مركز سنة تلقين تان وهو حاكم تاي وهي أبي النبي عليه الصلاة والسلام لجسوا جاري سيدو كليته وحاكم ده والنبي عليه الصلاة والسلام حديث صحاح وسجناتي صحابي الذي جري عبد الرحمن يعني تابعي الذي جري عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج وسجنا أبيه سو صحابية لكل مي وأبيه سل دردار مي دردارين كيسيا وحاكم ده ويري أبيه مركو لدردار مي يا بني إذا أنا ميت فألحدني فإذا وضعتني في لحدي فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله ثم شني علي التراب شنا ثم اقرأ عند رأسي بخاتمة البقرة بأول البقرة وخاتمتها ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة الكتاب وأول البقرة وخاتمتها وكما قال صلى الله عليه وسلم وعير نبي ملؤول كيجي وهدان جريودو قبري يقيل السماء مركيل السماء يدنا أودي حبالي سيد عيد ترتيب قبري وغشب كدبو حجري واحد قبري مدح مركز عديل كي دقي سيد واحد ترى هذا بسم الله وعلى ملة رسول الله إلهي مجا إنسان كوي لنا يا إلهي دين نبي رسولك عليه الصلاة والسلام دين كيسان كوي لنا يا سيد عده مركز كدبنا مدح حيق أكتي سورة الفاتحة هي سورة البقرة بلو جدا يدمات كذا كو آخر يجري ماذا حيق أكتي سمركة فريستيد مركة سوء يجري أنت مركو كردر دارمو يجري فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رسولك إلهي أن مغلي أصدقوا سيدة أرنحية مركة إن قبر يقول لي ماذا قرآن كاللو آخر يو أن لقاك العرارين النبي عليه الصلاة والسلام وحونا أمري إن أنت قدر أنت لقاك قورا عيو النف قيلة أنت لقاك قورا عيو إن أكتي سلقونا قادو واللو الدعاء يو وإلهي إنه سؤاشة كسوك اللو دعيه ينبي قلنا أمري عليه الصلاة والسلام حديث كله مرقى قرآن كاسين لو آخريه اللو دعيه وشي مشروع النبي قلنا عليه الصلاة والسلام على قسو قاري وحوها نين دين تسلام كأخدميي دان الدويان حبيراتي أي ستابن مرقى وحان لانها وحي أو شقيستي أو خيرها أي أكواري يؤتقي دونا امتحان ير مداه دوري الطبن سنة واجرنا أو يرسو مري إلهي وحان لانا انت سويك امتحانكي إلهي نحريسي جنال الله سيو وحان قلت عسيين انا دمان ومد مسلمين تاقارهان أهل سنة والجماعة خاصة جماعة دي وكاقيريو دي الرشيخ يوسف أوردن ملك سيجوغان وقلت عسيين انا إلهي أبهو نحريستو دمان تينا وحان كعطسان انا انقف كستا او تغاني او وقت لقاتي انو اسكان سوا عفية انو سوا دعيو انتي جماعة دي سا خاصة ارددي سي قرآن كبرتي انت ما انت لمرغيسن وحان لانا سمري ايمان الله سيو يا انت جوكتا يا انت مغنبا كو حمر جوغا يا كو هلكان جوغا يا كو دبد جيره لما انت وحان لانا معلنكي ميل خير له ان اذان ارجينا ان الهي ونحريستو هلدبان عبد التكية فارح يا هلدبان عبد الله فارح سنديري او كمي ذا بارلمان كي قل مدوك ايا كتعسي يدي يجيري ذا معلنكا ايغو شيغي ان معلنكا وهاتير مهم او كبحي علماء الصوماليات waxaan halkaan isugu nimid aaski sheekh ciise faarax quri adeerkay oo maanta ku dhintay degmada cadaado ee gobolka galgaduud adeer allah ilaahay waxaan u weydiinaynaa ilaahay inuu naxristo dadka isugu yimaashaan waxay ka yimaadeen cadaado boodo dhagore goodin laba gideys meelo badan ayay ka yimaadeen marka waxa intaas
aan uga mahadcelinayna in aaska ay ka soo qayb galaan oo saamahoodii iyo socodkoodiiba ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu ajar ka siiyo. Sheekhana waxaan leenahay adeer ilaahay ha u naxariisto, kitaabkiisa miigta Allah ka siiyo, qabrigana Allah waasiciyo, dadka ka soo qayb galana aad aan ugu mahadcelinaynaa. Macallinku wuxuu ahaa sheekhu, wuxuu ahaa sheekhna waa ahaa macallinna waa ahaa, xerti iyo ardaydii ka soo baxday madarasadiisana adduunka meel walbay joogaan. waxaan u rajaynaynaa wixii qur-aankii iyo diinkii uu fidinayay ilaahay inuu ku anfaco maanta. maanta u baahan yahay maantana waxaan u rajaynaya ilaahay inuu ku anfaco. waxaan uga tacsiyeynaynaa dhammaan qaraabadii, walaalihiis, awlaaddii, dadkii ikhwaanka ahaa oo xerta la ahaa, xertiisii, walaalihiis. waxaan leenahay ilaahay sabir hana ka siiyo. waxaan kaloo ku su-aan leeyahay sheekha, waxaan bini aadamku waxaaya waxyaalo badana ka dhacdhaca. laba qodob ayaan codsanayaa anigu cabdikiya. qodob koowaad wuxuu yahay sheekha wixii wax ka tabanaya oo war ah inay iska cafiyaan, cafis in loo fidiyo ayaan bulshada ka codsanaynaa inta miidiyuhu gaaro iyo intii kaleba. waxaan kaloo codsanaynaa wixii dayn ku leh sheekha, wixii dayn ku leh oo dayn ku lahaa adduun inay noogu soo hagaagaan, aniga igu soo hagaagaan, cabdikiya iyo wiilkiisa weeshii ciisana ku soo hagaagaan. wixii dayn kule waxaan ka codsanaynaa dayntii annaga u gudayna habayee ka xishoon. qof allaale dirham ila walaa midka ugu yaryahay iyo mid badanba wixii kule waxaan ka codsanaynaa inay noogu yimaadaan, lambaradeenna la qoro, ay naga soo xiriiraan, waana la yaqaanaa aniga oo cabdikiya iyo uweys sheekh ciise oo wiilkiisa u dirayaa dhammaan beesha dadka reer Xaaji Saleebaan oo sheekh ciise uu ka dhintay meel ay joogaanba samar iimaan inuu ka siiyo. marka labaad waxaan tacsiin labaad u dirayaa akhwaankii iyo axbaabtii oo waxbaray oo wax ka baratay ama ehelka ahaa in maarata samar iimaan ilaahay inuu siiyo. marka saddexaad waxaan tacsiin tiiranyala u dirayaa walaalihii, adeeryaashii iyo awlaaddii iyo dadkii asagu qaasaan uu ka dhintay. isagana waxaan leenahay samar iimaan allah ka siiyo, sheekhana allah u naxariisto, jannatul firdowso allah ugu bishaareeyo. inta miidiyaha maqlaysa iyo inta muslima waxaan ka codsanaynaa inay usoo duceeyaan oo sheekha maarata loo soo duceeyo, ilaah u naxariiso, allaha u naxariistee. macallin ciise faarax quuri ayaa in ka badan 40 sano waxa uu qur-aanka kariimka ku dhigayay deegaanka Gudurwa, waxa uuna qayb ka ahaa culimada sida weyn looga yaqaanay deegaanada degmooyin ka tirsan gobolka Galgaduud. Haashim Cumar Xasan, raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, Cadaado. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.